الثانية بعد 4-5 ساعات. ماشي، هاي خلصنا من موضوع المساج. موضوع الثاني اللي هو عملية المضمضة بالزيوت هذه. المضمضة إننا نحط ملعقة فقط من الزيوت هذه ونبدل يعني نعمل كل زيت مرة استخدمه، ما دام الأمور حادة استخدمه كل الطرق هذه، وكل الطرق هتجيب فعالية أفضل. في هاي الحالة بحط ملعقة بتمضمض فيها، بظلنا اتمضمض يعني بسكر ثمي لمدة دقيقتين أقل شيء، وأنا إذا بدي أضيف 3 دقائق بيكون أفضل، وظلني اتمضمض. وبعدين الملعقة اللي حطيتها ببزقها في محرمة وبكبها. غير المضمضة بدكم تسووا موضوع التبخير اللي هي الكمادات المياه الساخنة اللي محطوط عليها جزء من المحلولة، يعني ملعقة من إكليل الجبل هذا الزيوت، أو بتحطوا ملعقة من إكليل الجبل وملعقة من الخل مع البرتقال كمان ملعقة، بتضيفوا من هالمعالق هذه 3 معالق على المياه الساخنة، ويا بتحطوا بتستخدموها مع الكمادات أو تستخدموها لحالها بحيث تستنشقوا البخار اللي طالع من هالمكونات الأساسية. هاي العملية بتنعمل، ممكن تعملوها حسب راحتكم، بس الأفضل الفترة المسائية، هذه حتساعدكم على النوم بشكل كبير. غير التبخير في عنا إن ندهن الجيوب الأنفية. ما تتصوروا كديش فعالية إنكم تدهنوا ما دام تمضمضنا. إذا إحنا خلصنا من مشاكل الأنف والأغشية هاي المخاطية اللي موجودة والأغشية اللعابية، وشلنا الاحتقانات الداخلية وخففنا من احتقانات اللوز واحتقانات الزوق. هلأ بشكل الأنف مدام دخلنا أول شيء تبخيري، إذا وسعنا الجيوب الأنفية. بعدين بحط على إصبعي من الزيوت هذه وبدخل إصبعي داخل الأنف وبصير أعمل دهن في داخل الجيوب الأنفية. خلي المواد هذه تدخل الأغشية هذه، وهذا هيعطيكم ممكن حيعطيكم جفاف بعدين، بس بتخلوها لمدة 2-3 دقائق وحسب راحتكم، وبعدين بتشلوها. عملية الدهن هذه عملوها 3 مرات نفس الشيء زي عملية الزيوت الثاني. هاي العمليات الرئيسية اللي ممكن تسووها مع استخدام هذه الزيوت. غير هذا طبعا زي ما حكينا بدكم تعملوا تنظيف وتديروا بالكم على موضوع الكولون، يعني بدكم تزيدوا من المياه ومن المشروبات الساخنة ومشروبات الأعشاب، أو تحطوا على مياه وتضيفوا منها الزيوت هذه ملعقة على مي سخنة واشربوا الزيوت هذه. اشربوها أو مش بس تتمضمضوا فيها 2-3 مرات ممكن تشربوها، وخصوصا آخر زيت مع زيت السمك والعكبر، هذا المفروض كل واحد 3 معالق في اليوم زي ما حكينا، يبلش من ربع ملعقة صغيرة ويتدرج حسب الأيام. غير هيك بدنا نمشي، بدنا نتحرك عشان نخفف من مشاكل الكولون، بدنا نعمل التمارين التنفسية هاي تاعت التهدئة، هاي ضرورية جدا عشان نخفف من مستوى الاحتقانات هذه ونخفف من وجع الرأس. وبدكم تركزوا على الأكل الجيد وكلوا سمك إضافة لهالأسماك هذه كلها والأوميجا 3 اللي أخذتوها منها زيوت. خدوا سمك بشكل يومي إذا بتغضروا، وعصائر الليمون والحمضيات مع المواد الثانية اللي بتزيد من مناعتكم هاي اتبعوها، وإن شاء الله من خلال 2-3 أسابيع بتكون الإفادة كبيرة للي بيعاني من أي مرض فيروسي أو الشنجل بشكل خاص، أو الحزام الناري اللي هو كان موضوع حلقتنا اليوم للانتهاء من هاي المشكلة. وحاعطيكم كمان مباشر كيف الوالدة أتحسنت وحتتحسن إن شاء الله على هاي الزيوت. شكرا لكم، تحياتي لكم، دكتور محمود السوس، علاج طبيعي وتأهيل من سنة 1995 في هذه المجالات العلاجية ككل بشكل شامل، اللي نوصلكم هالعلاجات هذه ونعلمكم كيف تسووها وكيف تعملوها لشفاء ذاتي بيتي وفعال 100%، وما في يعني
أي سؤال على فاعليته اللي بيسألني على الفاعلية. وبتمنى منكم إنكم ما تخافوا من موضوع إنه يرفع الضغط وينزل الضغط، أو يرفع الكوليسترول أو ينزل الكوليسترول، أو يرفع الغدة الدرقية أو يسبب خمول للغدة الدرقية، أو يرفع السكر في الدم أو ينزل السكر في الدم. هذه الأمور مش هتجيب لكم إلا تخفيف لهذه الأعراض اللي خايفين منها، فاطمنوا ما دام بتعملوها خطة علاجية متكاملة وبتمشوا وبتتحرك وبتعملوا تمارين، إذن ما في خوف من الشغلات هذه اللي دائما بتمنعكم إنكم تجربوا لأنكم خايفين. فعشان هيك قلت لكم جربوا شوي شوي ربع ملعقة وشوفوا كيف حالكم وانتوا فحصوا أموركم. بس هذه من وجهة نظري ومن الاستخدامات ومن الدراسات ومن التجربة، كلها فعالة. وهذه الحلول مش بس للشنجل، هذه الحلول المفروض تأخذوها بعين الاعتبار هلأ في الوقت الحالي. لما بنحكي عن شنجل وحزام ناري، ما هو جهاز المناعة كله نزل، فهذه من الأعراض لنزول جهاز المناعة، سواء بفعل الفيروسات أو بدون الفيروسات، بس من الخوف من الفيروسات هبط جهاز المناعة. ولما يهبط جهاز المناعة كل الفيروسات اللي موجودة في داخلنا وحوالينا وإحنا مش يعني إحنا جيران معها، في هاي الحالة بتبلش تبرز واحد 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 واحد، كلها أمراض موجودة داخلنا بس كاتمينها لأنه في سلاح عنا قوي داخلنا اللي هو المناعة، هو اللي منزلها. بس في حال ضعف بتصير الأعراض هذه. وكمان أي واحد بيعاني من الفطريات هذه في الفم أو الفيروسات اللي بتعمل الحبوب داخل الشفايف وداخل الفم، هي نفس النوعية من الفيروسات. هذه العلاجات والزيوت كلها اللي حكينا عنها والطرق هذه حتخلص من المشاكل الفيروسية الثانية اللي بتعطي أعراض أخف بالمقارنة مع الحزام الناري. فإذا بدها تساعد في الحزام الناري يعني كل الشغلات الثانية حتساعد فيها. وهذا يعني ما تخافوا من مشاكل البشرة، وحتساعدكم في تخفيف الاحتقانات في الجيوب الأنفية وكل التهابات اللثة ووجع الأسنان ومشاكل العصب السابع والعصب الخامس وكل العصاب القحفية اللي بتغذي منطقة الوجه، وحتخفف من وجع الرأس. وآخر نصيحة كمان بنحكيها للناس اللي مصابين بالشنجل، إنه النوم تاعتهم تكون نوم مريحة على فرشة نظيفة على شرشف مخدة كويس، مش محطوط ولا مغسول في شغلات مش طبيعية ممكن تحسس. خلوا الغسل يكون بس في مياه ساخنة مع كليل الجبل، تضيفوا المغليات للغسل، وما تناموا على الجنب المصاب. إذا الجنب المصاب على اليمين أنا بنام على الشمال، إذا بقدر أنام على ظهري بيكون أفضل. إذا بقدر أنام على ظهري وأحط مخدة كويسة وأخلي رقبتي مرفوعة على الرول، هذا بريحني بالتنفس وبالنوم. وإذا حطيت مخدتين تحت جري وأنا نايم على ظهري بيكون كمان كويس، ولأنه النوم أساسي في العلاج. وإذا بدي أنام على جنبي بحط مخدات بين جري وبخلي المخدة بوضع مريح ونظيف وجو هادي وكويس في البيت في موعد مواعيد النوم الرسمية اللي هي 10:30-11 للساعة 5-6 الصبح. هاي هي المواعيد الرسمية اللي لازم تعودوا حالكم عليها شوي شوي. شكرا لكم، تحياتي لكم دكتور محمود الصوص. إن شاء الله أعطيناكم الحلول كلها كاملة، ما ظل عليكم بس تقولوا يا الله وتبلشوا تنفذوا عشان هالصدقة الجارية هذه وتفيد وتجيب نتائج. إذا لازم تتشافوا ولازم تردوا، وعشان الحجة كلها ونقرأ لها التعليقات. أنا يعني هي لا تقرأ مع أمي، وخسارة أنها ما بتقرأ، اللي تقرأ التعليقات وهي على كل. أنا بحب أطلع لايفات عشانها لأنها هي دائما قاعدة في البيت وبتستنى إنها تشوفني فقط، وبتطبق ومن أكثر الناس اللي بضلهم يتابعوني
فأنا بحب أطلع لايفات اللي هي كمان تطمن وتشوفني وتشوفني إني بصحة وبعافية، بس للأسف ما بتعرف تقرأ التعليقات. لو تقرأها أو واحد يقرأ لها إياها أكيد حتنبسط كتير. شكرا لكم، تحياتي لكم.